ازيكم يا حبايبي، واهلا وسهلا بيكم اسره قناه عالم منوعات. نوريني دايما، نورين قناه عالم منوعات. اتمنى لكم دايما يا رب الصحه والخير والسعاده يا رب، وتكون كل اسره قناه عالم منوعات سواء اللي في القناه او خارج القناه يكونوا دايما بالف صحه وخير يا رب ان شاء الله باذن الله. طبعا قبل ما ابدا الفيديو ده معانا، هو طبعا فيديو للبنات، فيديو رائع جدا ومفيد ان شاء الله هيعجبكم جدا يا بنات. بس حابه طبعا ارحب بكل الناس اللي جم جداد على القناه، سواء اللي كانوا في القناه او لسه اللي كانوا في القناه او لسه داخلين جديد على القناه، حابه اقول لهم اهلا وسهلا بيكم، منورني كتير وتعليقاتكم كتير حلوه وجميله، ربنا يخليكم ليا يا رب ودايما مشجعيني. وهنتظر طبعا تعليقاتكم كمان على الفيديو ده وتقولوا لي ايه رايكم فيه. بس يا ريت ما تنسونيش بقى في اللايكات والشير والسبسكرايب لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه حبايب قلبي، عشان ان شاء الله اقدم لكم كل جديد على قناه عالم منوعات وتستفادوا منها ان شاء الله باذن الله. طبعا كان في بنوته كده سالتني، انا بحب شخص وكده ازاي اخليه يحبني ويموت فيا كمان ويتعلق بيا قوي على قد ما انا بحبه وكمان متعلقه بيه خالص. طيب النهارده هجيب لك كده، هقول لك كده كام نقطه كده مهمين جدا هنتكلم فيهم النهارده يا بنات، علشان تخلي الراجل اللي انت بتحبيه يحبك ويموت فيكي جدا جدا بطرق سهلة جدا وبسيطة، وهتخليه يعني بيعشقك كمان، مش مجرد ان هو يحبك بس ويموت فيكي، لا هتخليه ان هو بيعشقك وعايزك على طول معاه، وحس فعلا ان هو بيحبك جدا جدا ومش هيقدر يبعد عنك ابدا ولا يستغنى عنك ابدا. كام نقطة كده سهلين جدا تقدر انت تطبقيهم عادي مع حبيبك او خطيبك او يعني الراجل اللي انت بتحبيه وعايزاه يحبك ويموت فيكي. ازاي هتخلي الراجل يحبك ويموت فيكي بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول نقطه معانا هنتكلم فيها يا بنات، وهي عايزاكي تكوني هاديه وراسيه كده وعقله ورصدينه في كلامك، وتخليكي تقيله كمان في كلامك. يعني مش كل حاجه تروحي بسرعه كده تقوليها له، مش كل ما يكلمك تقولي له انت بتحبني، طب انت بتحبني ازاي يعني، طب اللي هو ازاي، طب انت بتحبني قد ايه، طب انت بتحبني قوي ولا نص نص، انت يعني كل الكلام ده يا بنات بيقلل منك. فمش لازم ان انت تبيني له ان انت يعني مجنونه شعنونه كده، معلش في الكلمه يعني يا بنات، بس ديت عايزه اقرب لك الصوره اكتر عشان تكوني عارفه انا قصدي ايه بالظبط. يعني تخليكي هاديه راسيه كده في كلامك، بمعنى اصح تقيله في كلامك، مش كل شويه كده تروح تقول انت بتحبني، طب انت بتحبني قد ايه، طب انت بتحبني ازاي يعني، اللي هو ازاي. فطبعا ده ما ينفعش، هو كده بيحس ان انت يعني مش واثقه اولا في حبه ليكي، كمان يعني كده مش هتبان ان انت هاديه ورزينه كده وعقله في كلامك قدامه يعني، ماشي. فاول طبعا نصيحه يا بنات، خليكي هاديه، خليكي واثقه من نفسك، خليكي هاديه كده وراسيه كده في كلامك، تقيله يعني بمعنى اصح. تاني حاجه هقول لك برده ازاي تحببي الراجل فيكي وتخليه يموت فيكي. لازم انت تقولي له على طموحاتك، يعني حاولي تتكلمي معاه على طموحاتك، وقولي له برضو انت طموحاتك ايه، تبيني له ان انت ليكي هدف في الحياة، تبيني له ان انت عايشة عشان الهدف ده، عشان انت عايزة تحققي الهدف ده، ان انت مش عايشة كده وخلاص، لا انت ليكي هدف عايزة تحققيه، ليكي طموحات عايزة تعمليها، ليكي اهداف في حياتك بتسعي وراها وعايزة تحققيها. يعني مثلا تقول له والله انا طموحاتي او هدفي في الحياه ان انا مثلا عايزه افتح مدرسه، عايزه افتح الاول حضانه، بعد كده واحده واحده المدرسه تكبر، الحضانه تكبر وتبقى مدرسه كبيره، تبقى مدرسه كبيره وكده، وتبقى حاجه حلوه يعني، وتبقى برضو دخل ليا كويس كده. هيحس طبعا ان انت عايزه تبداي حاجه مفيده، عايزه يكون ليكي هدف في الحياه وكده. وانت كمان برضو هتساليه على طموحاته، انت وانت طموحاتك ايه، هيقولك مثلا والله انا عايز افتح مشروع كذا، عايز افتح مصنع مثلا، عايز افتح حاجه معينه، مشروع معين هو بيحبه يعني وحاطط عينه عليه، يعني هو هدفه يعني بمعنى اصح. هتقولي له طيب انا اقدر اساعدك ازاي، اقدر ازاي اساعدك في المشروع ده، او مثلا تديله نصايح كده في المشروع ده، تقول له مثلا اقف جنبك ازاي، اساعدك ازاي، كل ده طبعا بيحسسه ان انت جنبه ومعاه، وكمان هيحبك برضو لو طبعا عملتي معايا نفس النقط ديت كده بالتفصيل. تالت نقطة معانا يا حبايبي، بطلي ان انت ترغي كتير، خليكي غامضة وغريبة. غريبة مش بمعنى ان انت يعني تكوني غريبة يعني اللي هي الغرابة وكده، لا مش بالمعنى ده، عايزاكي تكوني غامضة شوية، يعني مش اول ما يكلمك تقول له انا كنت كذا كذا وانا بحب كذا وانا ما بحب مثلا حاجة معينة، وتقول له على كل تفاصيلك كل حاجتك الشخصية والكلام ده، لا ما ينفعش. خليكي حاسسين ان انت انسانة غامضة، انسانة
هي مش بتتكلم كده وخلاص، آه لا حاسسين انتي غامضة، عشان طبعا الرجالة بيحبوا الغموض اكتر. بس يا لولو، آه الرجالة طبعا حبايبي بيحبوا الواحدة الغامضة، آه اللي آه مشوقة في كلامها، يعني مش كل حاجة كده بتقولها مرة واحدة، مش كل المعلومات كده بتديها للراجل مرة واحدة، لا خليه هو يكتشفك، آه خليكي غامضة كده بالنسبة له، شوقيه في الكلام معاكي، ده طبعا بيلفت نظره اكتر واكتر، مش كل اللي عندك تقوليه كده مرة واحدة. رابع نقطة معانا حبايبي، بطلي نكد وعكننة، بلاش ان انت تنكدي على الراجل او تنكدي على حبيبك او خطيبك، بطلي ان انت تنكدي عليه كل شوية. على فكرة في بنات برضو بينكدوا على الرجالة وكده، بس ساعات ساعات، مش كله يعني، اوقات اوقات كده يعني، بصراحة بتبقى يعني هرمونات، بتبقى لحظة مجنونة كده يعني عند كل ست يعني، في طبعا رجالة بيتحملوها وبيعدوا الموضوع، وفي رجالة تانية مش بيتحملوها وبيزهقوا على طول وكده يعني، بس طبعا خليكي ان انتي بطلي نكد يعني، خليكي فرفوشة وكده يعني، عشان طبعا ده هيحببه فيكي اكتر وهيخليه يموت فيكي، لما انت تبقي طول الوقت كده فرفوشة وحلوة يعني كده، مش طول الوقت طول الوقت يعني، مثلا شوية فرفشة شوية جد كده يعني. خمس نقطة يا حبايبي برضو اللي هتخلي الراجل يحبك ويموت فيكي، حاسسين ان انت مشغوله، ان انت حياتك مليانه، حياتك مش متوقفه عليه وبس، لا انت حياتك مشغوله وحاجات تانية، عندك حاجات واساسيات تانية، مش قاعده له 24 ساعه في 24 ساعه، لا انت مشغوله برضو وعندك حياتك الخاصه بيكي، وعندك حياتك المستقله، فيكي في قدامك حاجات بتعمليها في حياتك مش متوقفه عليها هو بس، مش طول الوقت قاعده له 24 ساعه عايز يكلمك، ما ينفعش طبعا يا حبايبي، لازم يكون عندك اهداف وحاجات تانية، لازم طبعا تحسسين ان انت طول الوقت مثلا مش طول الوقت مشغولة، لا يعني ممكن مثلا تحسسين ان انت في حاجات تانية مهمة برضو، مش هو بس يعني الاهم في حياتك، لا انت في حاجات تانية مهمة برضو، ماشي. سادس نقطة حبايبي، لازم طبعا تثبتي له ان انت بتحبيه بالافعال مش كلامه بس، يعني تهتمي بيه، تتصلي مثلا كل فتره كده تقول له انت عامل ايه، طمني عليك كده، دي كلها طبعا حاجات بتبين قد ايه انت بتحبي الشخص اللي قدامك، سواء كان حبيبك او سواء كان خطيبك، ده طبعا كلها حاجات بتبين قد ايه انت بتحبيه، اما طبعا تكلميه وتهتمي بيه وتسالي عليه وتطمني عليه كل فتره للتانيه كده، تبقى حاجه كويسه طبعا. سبع نقطة معانا حبايبي، بلاش ان انتي تحكي له على كل المواضيع الخاصة بيكي وبأهلك يعني، بمعنى اصح مش لازم ان انتي كل حاجة خاصة بيكي تروحي تحكيها لحبيبك او خطيبك، خاصة يعني هقولك هديكي مثال ازاي يعني، يعني لو انتي مثلا حصل بينك وبين صاحب واحدة صاحبتك مثلا تاتش او خلاف او خناق مثلا او كده، ما تروحيش تقولي له والله ده انا صاحبتي الفلانية حصل معايا النهاردة ان انا اتخانقت معاها وعملنا مشكلة كبيرة وكده، هيقولك مثلا طب عرفيني بيها، ممكن هما لا قدر الله يتعرفوا على بعض ويروح يخطبها هي، فبلاش بلاش بلاش يا حبايبي، نصيحة يا بنات، بلاش تدخلي مشاكلك اللي هي سواء أسرية أو مشاكلك الخاصة تدخليها مع خطيبك، يعني مشاكلك مع صاحبتك حاجة وخطيبك حاجة تانية، ماشي حبايبي. تامن نقطة معانا حبايبي، طبعا لازم تهتمي وتحبي نفسك علشان هو كده هيحبك اكتر، يعني انت لما تحبي نفسك وتكوني في نظر نفسك ان انت جميلة وشايفة نفسك ان انت حلوة وعندك ثقة بالنفس، ودي طبعا اهم حاجة، لازم طبعا الثقة بالنفس يا حبايبي دي اهم حاجة، يا بنات الثقة بالنفس طبعا مهمة جدا جدا، وانت لازم تبينوا له ده ان انت واثقة من نفسك وان انت حابة نفسك، عشان انت فعلا عندك حاجه كويسه، حاجه حلوه انت حباها في نفسك، يعني هديكي مثل، انت مثلا عيونك حلوه هتحط لها مثلا ايلاينر بطريقه معينه، هو مثلا ممكن يشوفك كده بالشكل ده ممكن يحبك اكتر طبعا، مثلا خدودك مثلا هي الحلوه، انت شايفه ان خدودك حلوه مثلا هتحط لها بلاشر او كده هتبرز جمالك اكتر، فطبعا كل الحاجات دي بتلفت نظر الراجل يعني عموما، او هتلفت نظر حبيبك او خطيبك بمعنى اصح، فكده هو طبعا هيشوفك ان انت جميله وهيحبك اكتر. بلاش طبعا، تسع نقطه معانا يا بنات، بلاش تقولي له انت ليه مش مهتم بيا، انت ليه ما بتكلمنيش طول الوقت، انت ليه مش بتتصل عليا تكلمني وكده، لا طبعا ده ما ينفعش، سيبيه هو اللي يهتم، سيبيه هو اللي يبدا يكلمك، وهو حتى هيبدا يكلمك وهيقولك انت فين طمنيني عليكي، ده طبعا لو هو بيحبك فعلا وعايز يتكلم معاكي ومهتم بيكي ومهتم بالكلام معاكي،
هيقولك هو اصلا تلقائي منه لنفسه هيكلمك، يعني بلاش انت طول الوقت تقوله انت ما بتكلمنيش ليه، انت مش مهتم بيا ليه، انت ما اتصلتش عليا ليه تطمن عليا. لا طبعا، لان الاهتمام يا بنات ما بيطلبش. طبعا طبعا الاهتمام يا حبايبي ما بيطلبش، ماشي؟ فسيبيه هو اللي يبادر بالسؤال، سيبيه هو لو عايز يسأل عليكي ويطمن عليكي اكيد هو هيعمل كده من نفسه من غير ما انت تطلبي ده منه. يعني 10 نقطة معانا يا بنات، ودي اخر نقطة معانا. خلي ليكي رأي، يعني خلي ليكي رأي، مش على طول هو اول ما يقول لك حاجة تقولي اه ده حلوة. هو مثلا يقول لك لا دي الحاجة ديت وحشة تقول اه ده وحشة. لا، خلي ليكي رأي. طبعا بطبع الراجل ان هو بيحب الواحدة اللي تشاركه في الحوار، تاخد وتدي معاه كده في الكلام. مش على طول اول ما يقول لها ايه رأيك في ده تقول له اه حلو، او مثلا ايه رأيك في ده اه وحش. لا، خلي ليكي مثلا رأي تاني، هيحس ان انتي كده مشاركاه معاه، مشاركاه في الرأي، احس ان انتي ليكي رأي مختلف غير رأيه. وفي نفس الوقت برضو هتقولي رأيك بكل أدب وكده، وهتقولي له برضو مع احترامي لرأيك طبعا، بس أنا والله كان رأيي مثلا كذا، كان رأيي مثلا الحاجة دي لونها أحلى من دي كده يعني. فخلي ليكي دايما رأي، مش شرط الحاجة اللي تعجبه يبقى تعجبك انتي كمان، أو مش شرط الحاجة اللي مش عاجباه يبقى متعجبكيش انتي كمان. حاولي ان انتي تخلي ليكي رأي وشخصية. طبعا الشخصية حبايبي دي أهم حاجة. اتمنى يا رب. ودي كانت كل النقاط اللي كانت معانا المهمه اللي انا كلمتكم فيها دي يا بنات، اللي ديت النقاط ديت ان شاء الله لو نفذتيها فعلا على ارض الواقع وعملتيها مع حبيبك او خطيبك، ان شاء الله باذن الله هتجيب معاكي نتيجه حلوه جدا جدا، وهكده هتخليه يحبك وهيهتم بيكي وهيموت فيكي اكتر واكتر لو طبعا نفذت النقاط ديت. اتمنى يكون فيديو النهارده يا حبايب قلبي عجبكم واستفدتوا منه، وان شاء الله بحاول اقدم لكم كل جديد على قناه عالم منوعات. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخليش بقى عليا باللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس كده عشان يوصل لك كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده ان شاء الله، تكون انت اول واحده بتشوفيها على طول على قناه عالم منوعات. اشوفكم على خير يا رب حبايبي، باي باي.